ذكر الأشواط التطورية المقطوعة، فلا بد من التأكيد في هذا المقام على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وبالموازاة مع القيم بمهامه الدستورية الموكلة له بكل تفان وإخلاص للدفاع على سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، سيبقى يعمل تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تأمين كل أسباب النجاح لأبناء الجزائر، وعلى توفير الأجواء المواتية لمواصلة مشوار نمائي وازدهار بلادنا ورخاء شعبنا الأبي.